بفكر بشكل كبير جدا انه من اول الحاجات اللي نبدا نشتغل عليها ان يبقى عندنا فريق كره قدم نسائي. ده يعني اكيد نفسي يبقى موجود. مش بس الفرق النسائيه، هنشتغل على الاربع فرق بالنسبه للالعاب الجماعيه، وبالنسبه للالعاب الفرديه هيكون فيه اهتمام كبير جدا جدا بالرياضه النسائيه. ومش بس الرياضه النسائيه، شويه بنتهم اصل انتوا هتهتموا بالاربع العاب الجماعيه وهيكون فيه نسيان للالعاب الفرديه او الناشئين أو لا لا، كل من هو يرتدي تيشيرت نادي الزمالك هو مسؤول مننا، مسؤول ان احنا نوصله للنهائي، مسؤولين مننا انه يوصل للمباراه النهائيه. نادي الزمالك ما ينفعش رامي ويدينا ان هو يبقى موجود بس اصله بيخسر فرق 30 نقطه من النادي الاهلي في النادي الاهلي، او نادي الجزيره في نادي الجزيره، او مش عارفه بيخسر فرق 10 15 جون في مرتبط اليد. مفيش الكلام ده، ما ينفعش. انا هسعى بكل قوتي ان شاء الله ابدا من الصفر، وبكرر وبقول عشان بس الناس ما تجيش في اول يوم فريق يخسر فرق 10 يقول لك اهو يا عم اللي كانوا بيقولوا. ما انا هبدا من الصفر وهفضل اسعى ورا الموضوع لحد ما يبقى كل لعبه في كل مرحله في كل فئه رجال وسيدات يبقى بيوصل للنهائي. ما فيش حاجه اسمها لابس تيشيرت الزمالك بس واخد خامس وسادس وعاشر، لا لا لا، الموضوع ده غير مقبول.